يلا. أي أنا أيهم أحمد صديقي رضوان، نحن كل يوم زق مي بالسطور، بجوز شفتونا أكثر من مرة بالصورة. أنا ورضوان ومحمود، محمود اللي عم بيصور طبعاً، أكيد ما رح يقدر لحاله هيك الموبايل صور. يلعن أبو هالعيشة. تحشيش. أي والله. يعني لازم لو قلنا حل إنه المخيم كله محتاجنا مي. كل الهيئات كانت من الأول بتعبي براميل وتساعد الكل عشان تلم مصاري. بس لموا المصاري ما عاد لاعبوا البراميل ولا سووا شيء. وين عم نزق مي؟ من العروبة من بيوت العالم. يعني لا إلى علاقة المؤسسات ولا الهيئات. فلازم نحل المخيم. يعني هو الحل من الله. بس لازم نحن نطالب بحل. يا أخي نزق مي يفتحوا لنا الطريق. بلاها نفتحوا لنا الطريق. فوتوا لنا المواد خلينا نشتري هون زي البشر. نشتغل. أنا زلمة كنت قبل الحصار مش بيع فلافل. أنا عازف بيانو كنت قبل الحصار أدرس موسيقى وصنع أعواد. أنا مش بيع فلافل. وكررها 300,000 مرة مش بيع فلافل. ما بدي أرجع أبيع فلافل لأنه الموسيقى بالمخيم أكيد ما بتطعمي خبز. بلشت بيلعن أبو هالعيشة وبخلص بيلعن أبو هالعيشة وشكراً.